الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة. بايدن يبدأ جولة أوروبية يشارك خلالها في قمة مجموعة السبع وحلف الناتو والاجتماع المرتقب مع بوتين. العاشرة صباحاً، الثامنة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة ومستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية وشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة فاكسيرا ورفع قدراتها في اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي. هذا كما وجه بالاستمرار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلا عن جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والتي أوضحت بدء انحصار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل. كما تم أيضا استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، كذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح سينوفاك بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعليا خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، حيث استقبلت مصر مؤخرا الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع 40 مليون جرعة خلال الفترة القادمة. كما تم كذلك عرض جهود وزارة الصحة في تخصيص مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وكذا ما تم من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالكامل والقطاعات الحيوية الأخرى. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمات التطعيم لأكبر عدد من المواطنين. كما وجه السيد الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة فاكسيرا ورفع قدراتها لتكون صرحا صناعيا إضافيا على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود الدولة في إطار منظومة علاج مرض الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لرعاية المصابين بهذا المرض والدراسة المفصلة ذات الصلة التي تم إعدادها في هذا الصدد، وكذا مقارنة الإحصاءات في مصر بالدول المشابهة إلى جانب خريطة توزيع مراكز الغسيل الكلوي داخل مصر وتكلفة العلاج. وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم
حازم من قبل الدولة للتوسع في عملية زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، آخذا في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية. كما تم عرض الموقف التنفيذي للمركز المصري للتحكم في الأمراض، والذي سيحتوي على مركز للبحث والتطوير ومراكز للتدريب إلى جانب عدد من العيادات التخصصية لمكافحة الأمراض والمعامل المتخصصة المختلفة، حيث سيساهم المركز في توظيف التكنولوجيا المتطورة لاكتشاف ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك الاكتشاف المبكر لتهديدات الصحة العامة والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالصحة العامة وجمع البيانات والإحصاءات للأمراض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تهديدات الصحة العامة لوضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع حديقة تلال الفسطاط، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع حديقة تلال الفسطاط الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان لتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة. حديقة تلال الفسطاط ستتضمن عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمة الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية المتميزة والتي تربط بين مصر وإسبانيا، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. هذا وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن رئيس الوزراء الإسباني أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الشباب المصري في عهد الرئيس السيسي يحظى بدعم غير مسبوق، مضيفا أن الشباب قد أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى لتقلد المناصب القيادية، وخلال استقباله ممثلين عن الشباب المشارك في منحة ناصر للقيادة الدولية، أوضح مدبولي أن تلاقي الحضارات والثقافات المختلفة من شأنه أن يصقل الخبرات الحياتية والعملية للمشاركين، داعيا الشباب المشارك إلى الاطلاع خلال إقامتهم في مصر على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق طفرة تنموية في البلاد، فيما أبدى الشباب المشارك إعجابهم بالتجربة المصرية الحديثة
في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. توجه وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة. من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية والري برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضلا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين. رؤية متكاملة تنتهجها وزارة الداخلية للانطلاق نحو آفاق رحبة من التطوير والتحديث تنال كافة قطاعاتها، منها الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية، الوصول بها إلى شكل حضاري يتوافق مع الطفرة المعمارية الحضارية الكبيرة التي تشهدها البلاد، بما يتيح تقديم خدمة شرطية لائقة للمواطنين. رؤية متكاملة تنتهجها وزارة الداخلية للانطلاق نحو آفاق رحبة من التطوير والتحديث تنال كافة قطاعاتها، ومنها الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية، للوصول بها إلى شكل حضاري يتوافق مع الطفرة المعمارية الحضارية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وبما يتيح تقديم خدمة شرطية لائقة للمواطنين. تطوير وتحديث الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية يشمل وضع نموذج ومواصفات موحدة لها لتبدو بهذا الشكل المعماري المتفرد من الخارج والذي اختير بعناية. وزارة الداخلية ومن خلال خطة زمنية محددة تقوم برفع الكفاءة الإنشائية والتكنولوجية لكافة الأقسام والمراكز الشرطية. بانتهاء الخطة الزمنية سيصبح هذا هو الشكل الأساسي لها من الخارج، وبمواصفات حضارية ومعمارية جديدة، وبما ينعكس على مستوى الأداء والخدمة الأمنية المقدمة في هذه الأماكن بعد تطويرها، في ظل الاعتماد على منظومة تكنولوجية حديثة لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها. وقد روعي عند تصميم تلك الأقسام أن تكون واجهة حضارية للشرطة المصرية، وبما يسمح بمواكبة المستجدات الأمنية ويليق بالمواطن المصري الذي يتعامل بشكل يومي معها، سواء ببلاغات أو شكاوى أو خدمات جماهيرية يتلقاها. لم يقتصر التطوير على الشكل الخارجي، وإنما امتد إلى جوهر العمل الأمني داخل تلك الأقسام، وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ويلبي احتياجات المواطنين بصورة حضارية وسريعة. كل هذا يؤكد على اهتمام وزارة الداخلية برفع الكفاءة الإنشائية والتكنولوجية لكافة قطاعاتها، وبما يسهم في تقديم خدمة أمنية أفضل للمواطنين مع رفع كفاءة الأداء الأمني، ويتفق مع الطفرة الهائلة التي تشهدها البلاد حضاريا وتكنولوجيا ومعماريا، ما يتطلب معه مواكبة أدوات العمل الأمني لهذه الطفرة.
أكد السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتي أن مصر تلعب دورا لا غنى عنه في المنطقة، مشيدا بمساعيها في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال التصعيد الأخير بقطاع غزة. هذا وأشار السفير في لقاء خاص مع إكسترا نيوز إلى أن القاهرة تقود حاليا اتصالات دبلوماسية مكوكية لتثبيت الاتفاق. D'abord, il faut rendre hommage au rôle qu'a joué l'Égypte. Sans l'Égypte, il n'y aurait pas eu de cessez-le-feu qui est intervenu depuis maintenant une semaine. L'Égypte a joué un rôle essentiel grâce à ses contacts avec Israël, grâce à ses contacts aussi avec l'ensemble des mouvements palestiniens et en particulier avec le Hamas. Et ceci, tout simplement, met en lumière le rôle irremplaçable que peut jouer l'Égypte dans la région. Un cessez-le-feu, c'est bien, mais maintenant il y a trois autres priorités. D'abord, il faut consolider ce cessez-le-feu, faire en sorte qu'il puisse durer. Et en ce moment, nous assistons effectivement à ce qu'on appelle une shuttle diplomatie, une diplomatie de la navette, où les Égyptiens, avec Israël, avec les différentes entités palestiniennes, essayent de faire en sorte que ce cessez-le-feu puisse être durable. Il est fragile et la priorité, c'est effectivement de faire en sorte que ce cessez-le-feu. نلفت عناية مشاهدينا إلى أن لقاء السفير الفرنسي لدى القاهرة سيضاع كاملا اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن برنامج الآن. تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وتمهيدا لإعادة الإعمار. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ما أعلنه أيضا من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. بدأت اليوم فترة الصمت الانتخابي لحملات المرشحين الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية والمقررة السبت المقبل. تمت دعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعليهم التصويت على نحو 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين مستقلين أو ما يعادل أكثر من 13,000 مرشح. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه تمتد لثمانية أيام لحضور سلسلة من القمم الأوروبية من بينها قمة مجموعة السبع في بريطانيا. يمثل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بريطانيا بداية جديدة لحشد حلفاء الولايات المتحدة في مواجهة الخصوم المشتركين مثل جائحة كورونا وروسيا والصين. ومن المتوقع أن تخيم مواجهة انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات في بعض الدول على أجندة أعمال التجمع الذي سينعقد من الجمعة وحتى الأحد، إضافة إلى تغير المناخ وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية وسبل الحفاظ على تفوق الغرب التكنولوجي على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. من جهته تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء بعد مرورها بسنوات صعبة تحت شعار الولايات المتحدة تعود، حيث سيؤكد على أهمية تقاسم دول حلف الأطلسي للأعباء وضرورة زيادة مساهمة الحلفاء العسكرية. وبحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي فإن الملف الروسي كذلك سيتصدر اهتمام قمة مجموعة السبع قبل أن يتوجه بايدن إلى جنيف لعقد قمة مع الرئيس الروسي. وفي هذا الصدد يدرس المسؤولون الأمريكيون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا بعد واقعتي الهجمات الإلكترونية ودعم بيلاروسيا ماليا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي
إن لقاء بايدن مع بوتين ليس مكافأة له، ولكنه أكثر الطرق فاعلية للاستماع إليه مباشرة لفهم الخلافات بين واشنطن وموسكو وإدارتها. وأضاف أن الولايات المتحدة سترد إذا استمرت أنشطة روسيا الضارة ضد واشنطن. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بأن موسكو تأمل في توصل الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين إلى نهج مشترك لتطبيع العلاقات بين البلدين في جميع الملفات، ذلك خلال قمتهما المقررة في جنيف في 16 من يونيو. أكد لافروف أن موسكو مستعدة لمناقشة ملف الهجمات الإلكترونية. نأمل بأن الرئيسين سوف يعملان بناء على المناقشات التي نجريها اليوم أن يتمكنوا من تحديد النهج المشترك والطريق المشترك لتطبيع العلاقات، وخاصة في مسألة الأمن السيبراني. فلدينا هنا حسن نية، وخاصة عندما قامت إدارة أوباما وإدارة ترامب باتهامنا بالتدخل في الانتخابات، وكنا دائما نطرح مبادرة إجراء حوار للنقاش الشفاف والنزيه وطرح جميع الحقائق على الطاولة. والآن نأمل بأن نناقش هذه المسألة وأن ندرك إلى أي مدى ستكون إدارة بايدن مستعدة للعمل بنزاهة في هذا المجال. وقد ذكرتم أفغانستان وسوريا وكوريا الشمالية، فبالنسبة لأفغانستان وكوريا الشمالية والمسائل والملف السوري، لدينا هناك تواصل وعلاقات مع الولايات المتحدة خاصة ضمن الساحات متعددة الأطراف. أعلن البرلمان الصيني معارضته لمشروع قانون أمريكي يهدف إلى مواجهة التهديد التكنولوجي الصيني. قالت لجنة الشؤون الخارجية من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بيان إن مشروع القانون يظهر عقلية الحرب الباردة للولايات المتحدة، واصفة تمريره في الكونغرس بأنه تدخل في شؤونها الداخلية. هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت بأغلبية 68 صوتا مقابل 32 أمس للموافقة على حزمة شاملة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التنافس مع التكنولوجيا الصينية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 773 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة. أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أشار إلى خروج 551 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 197 ألف حالة.
خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خففت من توصيات السفر إلى أكثر من 110 دول منها اليابان قبل انطلاق الأولمبياد على أراضيها. وأكدت المراكز الأمريكية أن التصنيفات الجديدة تشمل 61 دولة، وتخفيض تصنيفها من أعلى تصنيف وهو المستوى الرابع والذي يحث على عدم السفر إلى التوصية بالسفر للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. أفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم بتسجيل 92,596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد الوفيات اليومية قد ارتفع بواقع 2,219 حالة. وفقا لبيانات الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إصابات كورونا في الهند إلى 29,100,000 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 353,528. بحثت مصر والإمارات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، حيث التقى وزير الطيران المدني محمد منار سفير دولة الإمارات حمد الشامسي والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي. وخلال اللقاء أشار وزير الطيران إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والإمارات. بحثت مصر والأردن سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، هذا وأكد وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال لقائه السفير الأردني أمجد العضايلة أن استعداد مصر التام لتذليل أي إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين، خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما. كما استعرض اللقاء مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية في البلدين. نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للسيدة الأمريكية غلوريا فيتال والتي وافتها المنية بعد صراع مع مرض السرطان. وتحت عنوان وداعا غلوريا، أعدت التنسيقية مجموعة من الصور للسيدة الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة لمصر، مضيفة أن جولتها للبلاد لم تكن زيارة عادية بل كانت وداعا أخيرا. هذا وأكدت التنسيقية أن السيدة غلوريا قدمت نموذجا للإرادة والتحدي والوفاء رغم مرضها الشديد. عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة. والآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها.
الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة. بايدن يبدأ جولة أوروبية يشارك خلالها في قمة مجموعة السبع وحلف الناتو والاجتماع المرتقب مع بوتين. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت actionnews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.